فيديو اليوم راح نحصل على أحصنة جدا رهيبة، والحصان الأول راح يكون الحصان الهنغاري وراح نقدر نلاقيه بهذا المكان ببداية الشابتر الثاني بمخيم لشخص عشوائي، وعشان نحصل عليه راح نتوجه لعند هذا الشخص اللطيف اللي بيكون صاحب الحصان وراح نطلبه منه بكل احترام، بس بدنا ننتبه كتير لأنه الحصان ممكن يهرب لآخر الدنيا. وبالنسبة لسرعته راح تكون متوسطة، بس مثل ما انتو شايفين منظره جدا رهيب. والحصان الثاني راح يكون لونه ابيض وعليه نقط سوداء بتخليه مميز وراح نقدر نلاقيه بهذا المكان. اما بالنسبة لسرعته راح تكون متوسطة نفس سرعة الحصان الهنغاري.